الراديو 90-90 هواها مصر. ورجعت لكم مرة تانية ومكملين مع بعض، ووصلنا لحصريات الراديو سكوب. هبدأ معاكم بمحمد هنيدي اللي كشف عن حقيقة تورطه في إفشال صفقة انتقال عبدالله سعيد لنادي الزمالك وإقناعه بالاستمرار ضمن صفوف الأهلي رغم توقيع عقود انتقاله للزمالك. هنيدي قال إنه ملوش أي علاقة بالموضوع ده من قريب أو من بعيد، وطلب هنيدي من وسائل الإعلام اللي نشرت الخبر ده إنها تتحرى الدقة قبل ما تنشر أي أخبار تخصه، وقال إن المستشار تركي الشيخ هو المسؤول الأول عن تحويل وجهته من الزمالك للأهلي بدون أي تدخل منه أو من شخص تاني. بمشاركة لطيفة، هيقدم عمرو دياب حفل شم النسيم يوم 12 إبريل في فندق من فنادق مدينة نصر، وزي ما عرفنا هيقدم عمرو لطيفة أغنية ديو أو دويتو، يعني هتكون مفاجأة لجمهوره. بشكل رسمي تعاقد المنتج تامر مرسي مع محمد رجب على بطولة مسلسل جديد هيتعرض في رمضان 2019، وهو من تأليف باهر دويدار ومن إخراج سميح النقاش. رجب قال لنا أنه هيبدأ التحضيرات للمسلسل بعد عيد الفطر اللي جاي بإذن الله، لأن المسلسل محتاج شوية تحضيرات وديكورات ضخمة، ده بخلاف ترشيح فريق العمل اللي قال أنه هيضم نجوم من العيار التقيل.